زي اي حد بائس فينا بيحاول يهرب من الواقع الكئيب، وخصوصا في الفترة دي بطل فيلمنا بيهرب من واقع حياته البائسة الأليمة للعبة واقع افتراضي عملها شخص غني جدا، لعبة من خلالها تقدر تكون اصدقاء وتبقى شخص مختلف عن حياتك اللي انت متعود عليها، وتقدر تبقى بمعنى صح اجتماعي. ولكن مؤلف اللعبة دي بيقرر انه يعمل حاجة اسمها الاستر ايج، اللي هيكسبها هتبقى اللعبة كلها ملكه، وثروة مؤلف اللعبة كلها هتبقى ملكه برضه. بس هل اي حد هيكسبها؟ وهل الثروة دي هتتنقل والمالك بتاع اللعبة عايش؟ للأسف الثروة هتتنقل بعد ما مالك اللعبة يموت، ومش اي حد هيكسبها. اللي هيكسبها هو الشخص اللي لازم يعدي مراحل معينة في اللعبة بتاعت الواقع الافتراضي، بحيث ان كل مرحلة بتفتح مفتاح معين للمرحلة اللي بعديها. تمام، بس هل برضو الموضوع هيمر بالسهل كده؟ لا طبعا، بطلنا عشان يعرف يكسب او ياخد المفتاح ده لازم يعدي المراحل كلها عشان يبقى مالك اللعبة. وبس كده، هي دي كانت قصة فيلمنا. طيب رأيي بالنسبة للفيلم ده، بعيدا عن القصة الحلوة اللي انت مش هتشوفها في افلام كتير والمختلفة بنسبة كبيرة جدا، والاداء التمثيلي اللي ولا اروع من ابطالنا، خصوصا تمثيل اوليفيا كوك اللي عجبني جدا في كل مشهد في الفيلم، انت هتعيش تجربة بصرية ولا اروع وتصوير ولا احلى في العالم الافتراضي اللي مفروض معمول للعبة الافتراضية. تمام، طيب كل ده ليه؟ عشان مخرج الفيلم هو ستيفن سبيلبرج، واكيد كلنا عارفين يعني ستيفن سبيلبرج، يعني احلى اخراج واحلى مشاهد بصرية واحلى متعة انت هتحسها في الفيلم ده بالنسبة للمشاهد البصرية. طب بالنسبة للرأي في القصة، القصة حلوة جدا بعيدا عن ان هي مختلفة، فهي القصة نفسها جميلة، قصة بتشدك من اول ثانية في الفيلم لاخر ثانية في الفيلم، ودي حاجة مش هتلاقيها في افلام كتير. يعني من الاخر الفيلم ده ارشحهولك وبشدة، انت هتقعد ساعتين تستمتع بمعنى الكلمة. اسم الفيلم هو ريدي بلاير 1، تقييمي للفيلم هو 8 من 10. اتمنى يكون عجبك الريفيو، ولو عجبك الريفيو وانت شفت الفيلم او ما شفتوش ياريت تقول لنا رأيك في الريفيو، ولو شفته ياريت تقول لنا رأيك في الفيلم نفسه، وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب للقناة لو انت مش عامل، وتشغل زر الجرس عشان كل فيديو يوصلك على طول، وياريت لايك للفيديو لو عجبك، وسلام عليكم.